السلام عليكم، معك مال فارس. سألتكم في خير وعافية. في اليوم بيكون على استراتيجياتك الليلية، بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك. يلا نبدأ. طبعا بنتكلم على استراتيجيات القرية الليلية كلها بشكل عام. استراتيجيات القرية الليلية في الوقت الحالي صارت مختلفة عن الاستراتيجيات السابقة. طبعا الاستراتيجيات السابقة لو تلاحظ انه ممكن استراتيجية واحدة ممكن تمسح لك 20، 30، أو 40 تصميم. اما حاليا في الوقت الحالي لو عندك استراتيجية معينة وقوية، فبالكثير هذه الاستراتيجية ممكن تعمل من 10 إلى 15 تصميم. طبعا انت بتلاقي مئات التصاميم وانت بتلعب، فاكيد ما بتعتمد على استراتيجية واحدة او استراتيجيتين، فانت محتاج يعني تفهم كيفية الهجوم. طبعا علشان تفهم كيفية الهجوم خليني اقول لك شيء واحد، انه العملاق ما هو مثل قبل، حيث انه كانوا قبل ضعيف جدا، اما حاليا صار قوي. ايضا عندك الساحر الكهربائي هو مختلف، صح انه دمه قليل جدا ولكن بيعتبر ضربة قوي جدا. عندك ايضا البيكا ما هو مثل قبل، كان قوي جدا وممكن تطرحهم بس في خط مستقيم واحد وتطرح معهم الآلة وخلاص بيدمروا. صار حتى العملاق او عفوا صار البيكا ضعيف جدا، فلازم انك تحاول بقدر الامكان انك لما تهجم انك توازن في هجمتك، بحيث يكون عندك من كل الجنود، ما عاد من مثل قبل تهجم بجيش واحد من نوع واحد وخلاص بتمسح. لا، صار الان انه محتاج استراتيجيات معقدة بحيث انه تقدر تمسح وتوفر جنود للقرية الثانية، بحيث انك ايضا تقدر تمسح، مش شرط مسح ولكن بشكل عام تكسب ما يقارب 30 إلى 40 كأس من كؤوس القرية الليلية، بحيث انك تقدر ترفع كؤوسك بشكل اسرع وتاخذ غنيمة بشكل اكبر. وطبعا كما ذكرت انه الاستراتيجيات بشكل عام بتتغير، ولكن في عندنا بعض الاستراتيجيات الخاصة الذي بتبقى معنا. عندك مثلا البيكا او عندك المنيون مع المنطاد، منطاد الاسقاط. طبعا ما بقول انها بتمسح على كل التصاميم، ولكن بشكل عام ما زالت هذه التصاميم او الاستراتيجيات تنفع انك تمسح فيها. طبعا هذه الاستراتيجيات ما بتنفع كثير على تصاميم كثيرة، ولكن بشكل عام ما زالت تنفع لهذه اللحظة، وما زال بإمكانك انك تهجم بهذه الاستراتيجيات. طبعا هذه الاستراتيجيات لما تهجم فيها وتمسح هذه التصاميم بتلاحظ انك قادر تمسح اكثر من 10 أو 20 تصميم فقط بهذه الاستراتيجيات، لانها استراتيجيات قديمة. طبعا الاستراتيجيات الجديدة لازم تكون استراتيجيات ثانية وشكل ثاني، يعني ما هي نفس الاستراتيجيات القديمة. مثلا الاستراتيجيات القديمة ممكن تمسح بالبيكا، صح انه ممكن الان تمسح بالبيكا، ولكن في تصاميم قادرة انها تقضي على البيكا نهائيا، فلازم نشوف استراتيجيات بحيث انها تقدر انها تدمر لك وتجيب لك على الاقل 4 نجوم. يعني بنكون اقل شيء هو 4 نجوم، بينما النجمة الخامسة والسادسة ممكن ننساهم، يعني ما بنكون ننساهم، ولكن بشكل عام استراتيجيات بحيث تجيب لك اقل شيء 4 نجوم. وطبعا طالما انا تكلمت على الجيش والاستراتيجيات، فما فيش استراتيجية معينة تقدر تمسح فيها. فمثلا عندك استراتيجية الساحر الكهربائي مع العملاق وايضا مع الراكب المظلي. طبعا بتلاحظ كمية الجنود الذي فيها، ولكن بشكل عام هذه الاستراتيجية انا مستخدمها بنفسي. هذه الاستراتيجية ما بتمسح، حتى في بعض التصاميم بجيب فيها بس 40 إلى 50%. فلازم ان احنا نغير من شكل الاستراتيجيات، لازم ننوع بحيث انه مثلا يكون عندك عملاق بيكون في المقدمة ومن وراه الساحر الكهربائي، او مثلا تصير تاخذ جيش جوي وارضي بحيث انه تقدر تدمر بالجويين المباني الارضية وبالارضيين المباني التي تضرب جوي. بعد ما تكلمنا على الاستراتيجيات لازم تعرف بعض الاستراتيجيات، طبعا ما هي قوية جدا ولكن بشكل عام بتنفعك. عندنا الاستراتيجية الاولى استراتيجية البيكا، تنفع في حال اذا كنت تهجم على تصميم مربع حاول تنشرهم بشكل دائري، بحيث انه قادر انك تمسح التصميم ويبقى عندك بيكا للهجمة الثانية. طبعا الاستراتيجية الثانية ايضا استراتيجية سهلة ولكن
ما زالت فيها بعض التعقيدات. طبعا هذه الاستراتيجية استراتيجية الراكب المظلي. طبعا الراكب المظلي جندي قوي في حال إذا كانت الحارقة والمدفع الهاوي المتعدد ما بيضربهمش، يعني تطرح جندي قوي عند الحارقة وعند أيضا مدفع الهاون بحيث انه يتلقى الضرر، وايضا الراكب المظلي قادر انه يدمر هذه المباني بدون ما يدمج من الحارقة وايضا المدفع الهاون. اما الاستراتيجية الثالثة وهذه الاستراتيجية صعبة شوية ولكن بشكل عام تعتبر قوية، هذه الاستراتيجية عبارة عن الساحر الكهربائي، وايضا بيكون عندك العملاق وبيكون عندك الراكب المظلي. طبعا هذه استراتيجية بتكون استراتيجية معقدة، وإن شاء الله بعمل لكم فيديو على هذه الاستراتيجية. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. أحبكم جميعا ومع السلامة.